السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله تعالى عن درس الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف، اتفقنا إن ممنوع من الصرف معناها ممنوع من التنوين. يبقى الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا ينون، يعني ما ينفعش احط ضمة تانية ولا فتحة تانية ولا كسرة تانية. تمام. اتنين، الممنوع من الصرف اسم معرب، تمام، يرفع وعلامة رفعه الضمة وينصب وعلامة نصبه الفتحة ويجر وعلامة جره الفتحة. الجر علامة فرعية إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا عرف بألف ولام يجر بالكسرة. اتنين، إذا عرف بالإضافة، يعني لو جه بعديه مضاف إليه سواء كان اسم أو ضمير متصل برضو يجر بالإيه؟ بالكسرة. يبقى كم حالة يجر بيهم في الكسرة؟ اتنين، إذا عرف بألف ولام، وإذا عرف بالإيه؟ بالإضافة. طيب لازم نقسم لثلاث حاجات زي ما احنا عرفنا. واحد، علم زائد سبب، والعلم كان ست أنواع. اتنين، صفة زائد سبب، وده أربع أنواع. تلاتة، اسم ممنوع لعلة واحدة، وده خلي بالنا تلات أنواع. تلات إيه؟ أنواع. تعال نشوف كده مع بعض. أول حاجة أنا عايز أبدأ بالممنوع لعلة واحدة. الممنوع لعلة واحدة أول حاجة صيغة منتهى الجموع. صيغة إيه؟ وعلشان تفهمها بسهولة جدا، لما يبقى معاك قطعة الامتحان مالكش دعوة بجمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم، يعني ما ينفعش تقول لي المعلمون أو المعلمات أو المهندسون أو المهندسين، ما ينفعش. الحاجات دي جمع مذكر. أمال إيه؟ صيغة منتهى الجموع بيبقى جمع تكسير. أنهي جمع تكسير؟ بيبقى في النص ألف وبعد الألف أي حرفين، زي مثلا كلمة مساجد. إيه الحرف اللي في النص ده يا سنة تالتة؟ ألف. على صورة شوية لو سمحت، حرف إيه؟ ألف. إيه اللي بعد الألف؟ حرفين اللي هو جيم وايه ودال. يبقى دي اسمها صيغه منتهى الجموع. يبقى بعرفها ازاي؟ بعد الالف حرفين، بعد الالف ايه؟ وفيها اوزان مشهوره ليها زي مفاعل وفعائل وفواعل وهكذا. يبقى ده اسمه صيغه منتهى الجموع، تمنع من الصرف لعله ان هي صيغه منتهى الايه؟ الجموع. وفي وزن تاني بعد الالف ثلاث حروف زي ما يا دين. ايه اللي بعد الالف ده؟ الدال والياء والنون. كم حرف؟ ثلاثة، بس لازم يبقى نصهم ياء ساكنة كده، يبقى ميادين. ماشي. وقواميس، وخلي بالك خلي بالك، واساطير ودواوين، كل ده اسمه ممنوع من الصرف الايه؟ لعلة واحدة. ايه هي العلة دي؟ صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الايه؟ الجموع. تاني حاجة الاسم، لازم اقول كلمة الاسم قبل ما استخرجها. المختوم يعني المنتهي بألف تأنيث ممدودة. ألف تأنيث ايه؟ اللي هي الألف وبعدها همزة، ده اسمها ألف تأنيث ممدودة. بشرط يبقى الألف رقم أربعة رابعة فأكثر. لازم تبقى الألف رقم كام؟ أربعة أو أكثر، سواء كانت الكلمة مفردة أو جمعا. مفردة أو إيه؟ زي إيه؟ عندي هنا مثلا كلمة حسناء أهي، بص معايا، حسن كم حرف؟ ثلاثة. هزود إيه أنا؟ ألف وهمزة. يبقى كده حسناء لما نعد الحروف واحد اتنين تلاتة، الالف لك رقم كام؟ اربعة. حسناء وزيها مين مثلا؟ صحراء. اهي خلاص. و
جيدة اهي وهكذا وحمراء وصفراء وخضراء وزرقاء وكل الالوان زي ما انت شايفين. طب ممكن تبقى جامعة؟ ايوه ممكن تبقى جامعة زي علماء ابي علي ما وهزود الف وايه وهمزة وجهلاء اهي كل ده اسمها الف تأنيس ايه ممدودة الف تأنيس. يبقى هنا ايه اللي بيمنع من الصرف؟ بالعلة واحدة صيغة منتهى الجموع والاسم المختوم بألف تأنيث ممدودة. ألف تأنيث إيه؟ ممدودة. طيب ثالث حاجة جيم، خلي بالكم كده معايا، الاسم المختوم بألف تأنيث مقصورة. خلي بالنا في الكتابة أهي، ركز معايا، مقصورة اللي هي بتكتب كده، خلي بالك معايا بتكتب ازاي، بتكتب يا اما ياء وحط فيها الف عشان ابين، يا اما بتكتب الف على طول. زي ايه يا مستر؟ ركز كده معايا، لما اقول كلمه قبر اهي تمام، عايز ازود انا عليها اهو اقول ايه كبرى. طب وصغر؟ صغرى. وعظم؟ عظمى. وعلى؟ عليا. بتتكتب ازاي اهو؟ خلي بالك اهو، ادي عين لام ياء وبعد كده بزود ايه؟ الف. يبقى الالف المكسوره ليها كام شكل في الكتابه؟ شكلين. ادي الف وادي ايه؟ الف اهي، وادي الياء بحط فيها الف. يبقى ده اسم مختوم بالف تأنيث ايه؟ مكسوره. يبقى الممنوع من الصرف العله واحده كم نوع؟ ثلاثه. واحد صيغه منتهى الجموع وليها شكلين، بعد الالف حرفين او بعد الالف ثلاث حروف نصهم ساكن، اسم ينتهي بالف تانيث ممدوده سواء مفرد او جمع، وهنا برضو اسم ينتهي بالف تانيث ايه مكسوره برضو الف او جمع. يعني مثلا جا را حا، زود كده الف مكسوره تبقى اسمها ايه؟ لا جرحى، اسمها ايه؟ مش جرحى ده جمع جريح، وقتلى جمع ايه؟ قتيل. يبقى سواء كانت مفرد او جمع تبقى ممنوع من الصرف لعلة ايه؟ واحدة. لعلة. السؤال اللي بيجي مهم جدا هنا في صيغة منتهى الجموع، يجيب لي كلمة صيغة منتهى الجموع ويقول لي اجعلها مجرور مرة بالكسرة ومرة مجرور بالايه؟ بالفتحة. انا لو قلت مثلا صليت في المساجد، فين الكلمة الممنوعة من الصرف عندك؟ المساجد. الكلمة دي فيها ايه؟ ها؟ ألف ولام، ألف وإيه؟ يبقى لما أجي أجرها تجر بالكسرة ولا بالفتحة؟ بالكسرة، لأنه يعرفها بألف وإيه؟ ولام. يبقى هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، لأنه معرف بألف ولام، ألف وإيه؟ طب لما نقول صليت في مساجد المدينة، فين الممنوع من الصرف في كلمة؟ مساجد. مساجد. إيه اللي بعدها؟ المدينة، المدينة ده معرفة يعني مضاف. طب نكرة معرفة، طالما ده مضاف إليه يبقى ده اسم مجرور بإيه برضه؟ بالكسرة. يبقى متى يجر بالكسرة؟ واحد إذا عرف بألف ولام، اتنين إذا عرف بالإضافة. إذا عرف بالإيه؟ طب لما أجي بعد كده لما يقول لي صليت في مساجد كثيرة، ايه اللي بعد كلمة مساجد هنا؟ كثيرة. تعرف ايه؟ نعت، يعني مش مضاف اليه. نعت ماله؟ مجرور وعلامة جره ايه؟ الكسرة. طب طالما ده نعت وما فيهاش ألف ولام ولا بعدها مضاف اليه، يبقى مجرور بالفتحة، مجرور بالايه؟ يبقى دلوقتي ازاي اخلي الكلمة مجرورة بالكسرة؟ ان يبقى فيها الف ولام او بعدها مضاف اليه. ازاي اخلي صيغه منتهى الجموع مجروره بالفتحه؟ ان ما يجيش بعدها ولا مضاف اليه ولا يكون فيها الف وايه ولام كده. طيب في جمله ممكن احنا نستخدمها لكل الكلمات، يقول لي مثلا ايه؟ اجعل كلمه دواوين مجروره بالفتحه ومجروره بالكسره، وانت مغمض تقول له اكشف عن دواوين في المعجم،
وهنا وتحط فتحة. طب بالكسرة تقول له اكشف عن الدواوين كسرة في المعجم. الجملة دي تمشي مع أي كلمة، أي كلمة. يعني قول لي مبادئ، تقول له اكشف في اكشف عن مبادئ في المعجم كده بالفتحة. اكشف عن المبادئ في المعجم كده بالكسرة. يقول لك مثلا قواميس، تقول له اكشف عن قواميس في المعجم، اكشف عن القواميس في المعجم. يبقى ايه الجمله اللي انا ممكن احفظها علشان اخليها مجرور بالفتحه والكسره؟ ها، اكشف عن نقط في المعجم، اكشف عن النقط في المعجم. كده اي كلمه ممنوعه من الصرف ازاي اخليها مجرور بالايه؟ بالفتحه، وازاي اخليها مجرور بالايه؟ بالكسره. كده احنا عرفنا الممنوع من الصرف لعله واحده. لعله ايه؟ ممكن احفظها بالجمله دي كده. بصولي، اقول مدارس حسناء في كبرى الميادين. انا كده لميت الممنوع من الصرف الا واحده في الجمله دي. ايه هي؟ مدارس حسناء في كبرى ايه؟ الميادين. مدارس اسمها ايه دي؟ مدارس صيغه بعد الالف حرفين. طب حسناء اسم مختوم بالف تانيث ايه؟ ممدوده. كبرى تانيث مكسوره. الميادين، يبقى انا ايه الجمله اللي هتحفظوها عشان تطلعوا الممنوع من الصرف الا واحده؟ مدارس حسناء في كبرى الايه؟ الميادين. وان شاء الله نلتقي بعد كده في الممنوع من الصرف العلتين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.